محمد عساف سفير الأونروا للنوايا الحسنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. يعني صدقا المشاركة هاي كتير بتعني لي بصفتي سفير للنوايا الحسنة، وهذا المعرض بيختص بالمواضيع الإغاثية خاصة للمعرضين إلى الكوارث، خليني أحكي لكم الحروب والأزمات، شيء عظيم ونبيل بالنسبة لي أنه أنا أكون مشترك في هذا المعرض. بشرفني أيضا أنه كمان من خلال أني فلسطيني ولاجئ وابن المخيم أنه أنا أكون متواجد مع الأونروا وأسعى لدعم الأونروا من جميع الجهات والمؤسسات الداعمة الموجودة هون في المعرض، لأجل أنه تكمل خدماتها اللي بتختص باللاجئين، وموضوعين كتير مهمين بالنسبة للاجئين الفلسطينيين هم التعليم والصحة المجانية. راح تكون لي كلمة إن شاء الله خلال هذا المؤتمر سأدعو فيها المؤسسات إلى دعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين. يعني أهمية هذا المعرض، أولا يعني أنت بتحكي عن غالبية المؤسسات اللي بتختص بالإغاثة في الأزمات والحروب، وشيء يعني فعلا عظيم يعني تنظيم هيك مؤتمرات، و لأنه أنت بتعرف يعني أهم شيء في حياتنا إحنا كبشر هو الإنسان، فإحنا نطمح لرعاية الإنسان وإنه إحنا نساعد الإنسان المظلوم والمحتاج. يعني مدينة دبي يعني قليل ينقال فيها إنها من أروع المدن في العالم، خليني أحكي لك، وأنا بالنسبة إلي شخصيا يعني دبي هي الأروع. يعني ما شاء الله عندك بلد مستوعب كل هالجنسيات واختلاف الأجناس، شيء كتير رائع، وبلد متقدم ومتحضر، شيء جميل، وبلد جميل ورائع وآمن. يعني أكيد أنه بهالشكل الرائع، يعني شكل متعوب عليه وشكل أكاديمي، شيء منظم جدا مرتب يعني يليق بدبي أيضا إن شاء الله. يعني أنا يسعدني إنه أكون متواجد، يعني أي شغلة بتختص في دعم الإنسان أو الأرض والإنسان أنا جاهز إنه أنا أكون موجود.